السيد هذا كي انتصر في الكلب وما مقلت شي بيهم خصو يتربى. مثلا كان جبر لي بنيه انا ستيتو ديك الجرو يهزو يهرب به للغابه. ها ما عندوش الحق يطلق الجره في الزنقه. كل مرتو باش حتعالج نيفو دابا فاع نجبروا النيف ديالو والعينينه ديالو والحنكه ديالو كلش فايده كلشي طحلو كلشي ما شفنا حتى شي واحد من العائله ديالو. وحنا كنطالبوا باقصى العقوبه هذا اللي مربي هذا بلعاد الكلب في حي شعبي والحي صاحب الحديثه كيجيني عمي مسكين. شنو وقع؟ اللي وقع مسكين انا ما انا ماشي ساكنه في الحي اللي ساكن هو فيه ولكن على اللي هادي قال عمي مسكين كينوض في الصباح بكري كيبغي يتمشى ملي كيبغي يتمشى في الصباح ديك الساعات مسكين حتى كيهجموا عليه شاد الكلاب في برانس برانس حي مسكين في 8 ونص الصباح الاربعاء البارح الاربعاء ديال البارح. وعمي راجل كبير مسكين وهو هذا الولد هذا الولد هذا ومريض ما كيقدرش حتى يمشي عطوا الوجه ديالو مسكين كامل مشالو مناخرو كامل طار مشالو مناخرو مشات له قالت لك عينو مسكين وجهه كامل. ايوا دابا حنا كنطلبوا بالحق ديالو مسكين. حنا عمي راجل كبير وما عندوش ما هي يعني بوحديته ولادو ما قادينش بالعلاج ديالو. وحنا كنطلبوا شي جمعيه تدخل باش تعالجو مسكين. دابا ملي جابوه في الطبيب وباقي قال لك مسيب في الطبيب حنا ما عرفناش. دابا حنا خصنا كنطلبوا شي جمعيه تدخل ويعاونونا في العلاج ديالو. هو مسكين ساكن عي مع بنو وبنو مسكين عنده الخدمه قاد الحال ديالو يعني خدام عي مع الناس ما قادينش حتى واحد ولادو ما قادين على انه يعالجو. ما جا حتى واحد ما شفنا حتى شي واحد ما شفنا حتى شي واحد من العائله ديالو. وحنا كنطالبوا باقصى العقوبه هذا اللي مربي هذا بلعاد الكلب في حي شعبي والحي شعبي كيخرجوا الدراري صغارين رجال الناس كبار مساكن كيبغوا يتمشاو في الغابه يعني جاهم في حيط الغابه كيبغوا يمشوا يتمشاو وهادي. الوالد ديالي مشى ضحيه مشى ضحيه الوالد ديالي دابا كم مرتو باش حتعالج نيفو دابا فاع نجبروا النيف ديالو والعينينه ديالو والحنكه ديالو كلش فايده كلشي طحلو كلشي دابا الاب ديالي مشى ضحيه وشكون وحنا طالبين يا رب الحبيب نجبروا اللي شفنا في الوالد ديالنا يا رب الحبيب يا رب. انا الوالد ديالي الصوره ديالو تخسرت كامله فهمتيني هذا كان مات ورجع بالروح. وهذا السيد هذا كان انتصر في الكلاب وما مقلتش بهم خصو يتربى. وقع المشكل البارح من مر الوالد ديالي واحد اخر عمرو هادو نيت عطوهم هنا مقطع لهم رجلهم هنايا جلس محمد خالد عمليه برا وخيطوها له ومشى يدكلاري على مساك. ودابا عم كنطلب المسؤولين علاش جاو من طلعون تمايا كنا مطارد حوادث سير طلعون تمايا وجات لابي ناس هزاتو منين هزاتو مشاو عندو الام البوليس شبروا له غير التعريف قالوا له اراد التعريف هذه ماشي القانون هذه الضحيه فينيا وسمحوا في الدوله غتعرف. حنا كنطلبوا من السلطه هادشي هذا ما خدامش هادشي هذا. علاش؟ انا الطالب ديالنا التعوط ديالو بجميع حوايج التعوط ديالو بجميع حوايج فهمتيني بالدواء ديالو بكل شيء ديالو. حنا ضعافه حنا ان كل واحد عنده الاولاد ديالو واش فهمتي. حنا كل واحد عنده الاسره ديالو عنده ولادو المسؤوليه فهمتيني. واش هذا كيطالب بزاف حنا كنطلبوا من الدوله تقوم معنا بهذا الشيء هذا بجميع الحوايج. حنا في الصباح كنا ناعسين مع 8 الصباح جا واحد السيد كيعيطوا علينا جات مره كتعيط مشينا جبرنا الراجل وجهه من كل ما فيه ما يتشاف الحاله ديالو ما كتشافش مره صافي عيطنا لابينوس تعطلت ما بات تجي عيطنا البوليس اللي كنعيطوا لهم حنا باقيين ما غنجيو بلاتي فوقاش ما يجيو ما نعرف ساعه جاو هزوا الراجل مشينا عندك الراجل نواليو عليه وراونا الدار ديالو كنجبرو قال لك عنده 50 جرو باقي يجي الان 50 جرو عنده 50 جرو الناس الحومه ديالو عارفين حتى شي واحد ما قدم شكايه. قالنا علاش ما تقدموش شكايه قلنا له حنا ما عارفينهاش انتوما خصكم تعملوا الواجب ديالكم يعني عارفين هذا الانسان عنده الكلام عنده 50 جرو خصكم تعملوا الواجب. شبر اخي طلق الراجل مشى الراجل كلاه مثلا كان جبر لي بنيه انا ستيتو ديك الجرو يهزو يهرب به للغابه. ها ما عندوش الحق يطلق الجره في الزنقه يعني مقد بالجره يربيهم ما مقدش ما يربيهمش. حنا بغينا حبيبي بغيناه يتعالج وهذا الراجل بغيناه يتعاقب اكبر عقوبه وبغينا حبيبي يتعالج ويدخلوا الجمعيه ويدخلوا المحسنين. حنايا هذا الراجل ما عندك ما تشوف راه الحاله ديالو لا حول ولا قوه الا بالله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.